معايا يا شباب؟ ناس معايا؟ مع دكتور حضرتك. رجع ريزو زي ما كان الدكتور. مع حضرتك يا دكتور. هنكمل بس المحاضرة إن شاء الله. هنخش بعد كده على التايمر اللي هو الأوف ديلي. الأوف ديلي تايمر. التايمر ده مختلف دكتور، شوية. أيوه هو اتفضل. حضرتك ممكن تظبط الريزولوشن زي ما كانت؟ لا لا هظبطه لسه. عندكم صغير ولا إيه؟ صح؟ اه طيب ثانية واحدة بس. بس انا بقى زي ما قلت لكم بعمل كونفرت للفيديو اللي اتسجل عشان بس اسجله عشان ما يضيعش، وبعدين هكبر الريزولوشن. حاضر. اوكي تمام. تمام. اه تمام كده. الـ off delay timer نفس الأرقام اللي كنا بنستخدمها للتايمر الـ on delay ممكن نستخدمها للتايمر الـ off delay، نفس الأرقام برضه. في تلاتة رينج للتايمر، 100 مللي و10 مللي و1 مللي. التايمر هنا أنا مختاره برقم بحيث يكون 10 مللي سكند، مختار رقم التايمر T33، فالرقم ده تابع 10 مللي سكند أو يتبع الرينج بتاع 10 مللي سكند، فظبطته على 100. 100 في 10 ب 1000، 1000 مللي معناها 1 سكند. طيب هنا في كونتاكت من الاي 00 مفتوحه بتشغل التايمر، والتايمر خدت منه كونتاكت مفتوحه بنفس رقمه بتشغل الكيو 0 دي 0. شرح البرنامج ده ايه؟ كسيجنال بقى كتايمنج دايجرام. الشرح بتاعه كالاتي: الانبوت لما هيقفل هنا، الاي 00 لما يقفل او لما يبقى ب 1، اول لما التايمر تجي له اشاره لما الانبوت ده يقفل، على طول الكونتاكت الخاصه بالتايمر تتغير، لو هي مفتوحه بتقفل، وبالتالي الاوتبوت هيشتغل. يبقى اول لما الاي اتقفل وادى للتايمر سيجنال، الكيو اشتغل، الكيو اي اشتغل، بس التايمر ما عدش، يعني فضل بزيرو ما عدش حاجه. وطول ما الاشاره موجوده الاوتبوت شغال والتايمر ما بيعدش. اول لما الاشاره بتروح، يعني يحصل ترانزيشن للانبوت من 1 ل 0، يعني المسار يفتح، يعني نقطع الاشاره عن التايمر، يبدا التايمر هنا بقى يعد. اثناء ما هو بيعد لسه الكيو شغال، الاوتبوت شغال، الكونتاكت بتاعت التايمر مقفوله. طب لما يخلص عد يرجع الكونتاكت بتاعته لاصلها فترجع مفتوحه، فالاوتبوت يقف. يبقى اول لما خلص عد الاوتبوت وقف. واضح هنا كده ان الاشاره الانبوت لما راحت الاوتبوت ما وقفش، الاوتبوت اتاخر 1 سكند وبعدين وقف. هنا حصل حاجه اسمها تايم ديلي، بس في ايه بقى؟ في الايقاف مش في التشغيل. يعني كده الاوتبوت اتاخر ايقافه مش اتاخر تشغيله. ده التايمر الاوف ديلي. طيب هو وصل عند ال 1 سكند اللي هي عباره عن ال 100، تمام، وثبت عند الرقم ده لحد لما تجيله سيجنال جديده، يحصل التايمر ريسيت والاوتبوت يشتغل. التايمر طول ما في اشاره موجوده ما بيعدش، اول لما الاشاره تروح يبدا يعد. المفروض لما يخلص عد الاوتبوت يقف، بس هنا وهو بيعد ما عدش ال 100، عد 80. يعني هنا عد وصل ل 80 مش ل 100، فالاشاره راحت جت مره ثانيه، يعني جت له سيجنال مره ثانيه. ايه اللي يحصل؟ هيرست، بس يفضل الاوتبوت شغال الفتره اللي فيها انبوت موجود ما بيعدش. اول لما السيجنال تروح مره ثانيه من جديد يبدا يعد بقى من جديد، خمس يعد 1 سكند من جديد لحد ما يخلص عد الاوتبوت يقف. فالتايمر ده بيأخر الايه؟ بيأخر الايقاف. ده التايمنج دايجرام اللي بيشرح التي اوف. اول لما اجي له اشاره التايمر ما بيعدش، بيغير الكونتاكت. طب يعد امتى؟ اول لما اقطع عنه الاشاره. طب لما يخلص عد بيعمل ايه؟ بيرجع الكونتاكت بتاعته لاصلها، يرجعها مفتوحه فالاوتبوت يقف. طب اثناء ما هو بيعد، لو جات له اشاره هيعد من جديد لما الاشاره تروح، هيعد من جديد الرقم بتاعه لما السيجنال تروح من مره ثانيه من جديد. ده شرح التايمر الاوف ديلي. استخدام التايمر ده ايه؟ بيستخدم فيه تاخير الايقاف، بيعمل اوف ديلي ياخر الايقاف، عكس الاون ديلي بيأخر التشغيل. اي سؤال؟ واضح ولا في مشاكل؟
التايمر واضح يا شباب؟ دكتور حضرتك قلت بس لما السيجنال يعني ما يخلص العد اللي هو بيعده خلص عد بيرجع الكونتاكت لاصلها. يعني الكونتاكت دي اصلها مفتوح ولا مسطوح؟ انت سامع ايه؟ مفتوح ترجع مفتوح. اوكي هو قفلها امتى؟ قفلها اول لما جت يبقى اول لما جت السيجنال قفلها. طب تفضل مفتوح لحد امتى؟ لحد ما يخلص عد. طب هو هيبدا يعد امتى؟ لما اقطع عنه الاشاره. اوكي تمام. ولما يخلص عد بيرجع السيجنال او بيرجع الكونتاكت لاصلها مفتوح. ويستخدم هذا التايمر في تاخير الايقاف. خليك بس معايا ثانيه واحده معلش من حاجه سايب الملف اللي انا ايه عملته الفيديو. دكتور حضرتك هترفع الفيديوز دي على الالمنس برضو؟ اه هرفعها على الجروب بتاع الواتساب او جروب بتاع الفيسبوك وعلى الالمنس النهارده ان شاء الله هعمل الكلام ده. تمام شكرا جزيلا. حضرتك بتنزل الليكتشر على الدرايف صح يا دكتور؟ اه على جوجل درايف. في مشكله ولا ايه؟ لا لا تمام. انا يعني بنزل الفيديوهات دي على جوجل درايف واخد اللينك بتاعها وارفعه لكم على الـ LMS وعلى الـ الفيسبوك جروب. تمام خلاص سيف الفيديو الحمد لله عشان ايه ما يضيعش. بس اهم حاجه نرجع بقى للمحاضره بتاعتنا. كده شايفين البار البي دي اف؟ اه تمام ماشي. طيب ده شرح اخر للتايمر الاوف ديلي بس من غير بقى ما اشرح التايمر كميموري بيعد ازاي وبيرست امتى. الانبوت هنا جت اشاره للانبوت 7 ثواني للتايمر. التايمر هنا مضغوط على 100 وهو 100 ملي سكند. يعني التايمر 100 ملي سكند ومضغوط على 100 فكده بيعد كام ثانيه التايمر ده؟ 10. لما جت له اشاره عمل ايه؟ الاوتبوت اشتغل. طب خلال السبع ثواني اللي الانبوت موجود التايمر ما بيعدش بس الاوتبوت شغال. طيب اول لما السيجنال راحت هنا التايمر بدا يعد كام ثانيه؟ 10 ثواني. خلالهم الاوتبوت شغال ولما بيخلص عد بيعمل ايه؟ بيرجع الكونتاكت بتاعته مفتوحه فالاوتبوت يقف. واضح هنا ان الاوتبوت هنا اتاخر ايقافه ما تاخرش تشغيله. يعني الاوتبوت كيو زيرو اشتغل في نفس اللحظه اللي فيها الانبوت بقى 1 بس الانبوت لما السيجنال راحت وبقى زيرو الاوتبوت ما وقفش. الاوتبوت فضل مكمل شغال اتاخر ايقافه 10 ثواني وقف بعد ضياع اشاره الانبوت ب 10 ثواني فحصل هنا ديلي في الايقاف اتاخر 10 ثواني في الايقاف نتيجه ان اللي بيعمل ده تايمر اوف ديلي او اللي خلاه يعمل كده التايمر الاوف ديلي. طب هنا الاشاره جت فالاوتبوت اشتغل. الانبوت سيجنال فضلت موجوده 3 ثواني فالاوتبوت شغال والتايمر ما بيعدش. خلال الثلاث ثواني التايمر ما بيعدش. لما الاشاره راحت التايمر بدا يعد. المفروض يعد كام ثانيه التايمر؟ يعد 10 ثواني. بس هو بيعد لسه وبعد مرور ثانيتين وهو عمال يعد جات له اشاره جديده. فايه اللي حصل؟ رست. يعني ايه رست؟ يعني الثانيتين اللي عندهم دول كانهم بقوا بزيرو خلاص اتلغوا. وفضل التايمر يعني كاوتبوت شغال وخلال الثلاث ثواني دول الاوتبوت شغال والتايمر ما بيعدش. ولما الاشاره راحت بدا يعد من جديد 10 ثواني. يعني ما حدش يقول ايه هيتاخر 8 2 و8 يبقى 10 لا هيتاخر 10. طب الاثنين دول راحوا فين؟ راحوا كانهم ما كانوش موجودين. لان كل مره التايمر تيجي له سيجنال بيراس التقييم اللي وعد ده بيعد من جديد لما الاشاره تروح. هل التايمنج ديجرام ده واضح ولا في مشكله؟ لا تمام واضح. طيب ممكن يجي لك سؤال في الامتحان ايه هو بقى؟ اجيب لك البرنامج ده واجيب لك الانبوت واقول لك ارسم لي الاوتبوت. صعب السؤال ده ولا سهل؟ سهل يا دكتور. سهل لو جه كده مش ما جاش حاجه ثانيه. ممكن اجيب لك برنامج ثاني صعب خد بالك. يا دكتور احنا في وقت صعب وكورونا وكده لازم الاسئله تبقى سهله. حضرتك فاهم يعني ده اللي انا كنت اتوقع اسمعه ماشي. بس احنا برضه عايزين نخرج مهندسين جامدين عشان يحاربوا الكورونا. لا كده كده يا دكتور هنحاربها بالبي ال سي. يا دكتور احنا لو عدينا موضوع الكورونا ده هنبقى جامدين. ان شاء الله. طيب الاكزامبل ده حد يشرحه لنا ولا اشرحه انا؟ بونس يا دكتور لو شرحته؟ لا مش ده البونس لسه هيجي هقول لك عليه. انا هوفر طاقتي للبونس.
انا ممكن اشرحه تمام. احمد طارق. احمد طارق، طب اشرح يا احمد، طب انت اول مره تشارك اشرح. تمام، انت اول ما الاي 00 هيجي لها سيجنال، الاثنين تايمرز هيوصل لهم عند الان، فمعنى كده ان كيو 0 وكيو 0 مختلفين. خد بالك ان الاثنين تايمر انواع مختلفه، ده اوف وده ايه اون. تمام، فاول ما هيوصل للتي اوف هيوصل على طول، وده اللي هو متوصل على كيو 00، فده اول ما هبدا هيوصل على طول. طبعا الاون هيفضل عامل ديلي لغايه ما يوصل ل 50 في 100 ملي سكند اللي هي 5 سكند بس، وبعد ما افصل عنهم اثنين الكهرباء طبعا تي 0 اون هيقف على طول اللي هو كيو 01، عشان كده اول ما بيفصل عن الاي 00 سويتش كيو 01 بيقف على طول، انما كيو 00 بيفضل مكمل الفتره بتاعه تي 0 اوف وبعد كده يفصل، اللي هي 70 في 100 ملي سكند اللي هي 7 ثواني زياده. زي الفل زي الفل. هل ممكن نعمل برنامج غير ده ينفذ الاوبريشن ده؟ يعني في حل تاني غير الحل ده؟ اكيد في حلول كتيره يا دكتور، في حلول كتيره. طيب يعني احنا انا احب اشوف حضراتكم لو هتعملوا حلول وتبعتوها لي يبقى كويس، لو ينفع يعني لو تقدروا تعملوا حلول تانية مختلفه للبرنامج ده وتبعتوها كذا حل، فيبقى عندك التايم ديجرام وعندك برامج تانية بتنفذ الاوبريشن ده جديد. تمام، حد يقدر يعملها بتايمر واحد؟ في بس حد بيتكلم من صوت، واضح ان في مشكله في الانترنت. صوت عندي بس دكتور. ايوه دكتور الصوت خالص ما سمعناش اي حاجه. طب معلش معلش، واضح ان الانترنت فيه مشكله دلوقتي. حاضر، سامعيني كده كويس؟ طيب الصوت ده واضح ولا لسه في مشكله؟ صوت حضرتك بيقطع جامد جدا لحد دلوقتي. قطع جامد الانترنت يعني كده كويس كده كويس. سامعني كده واضح الصوت كده؟ تمام كده واضح. بيجي لحظات كده الانترنت بيبقى بيضعف كشبكه بشكل عام فالصوت بيروح، بس معلش ان شاء الله ما تتكررش كتير الحكايه دي عند الشبكه يعني او الشركه. كنت بقول ايه؟ الرسمه دي التايمنج ديجرام ده، هل ممكن نقدر نعمل اكتر من برنامج ينفذه؟ فزميلكم رد عليا وقال لي في كذا برنامج ممكن ينفذ الكلام ده. فانا احب اشوف مثلا ازاي نعمل البرنامج ده تايمر واحد. تمام ولا اوف؟ مره كده ومره كده، يعني واحد يحل يعمل واحد اون ديلي، واحد تاني يعملها تايمر واحد اوف ديلي. ماشي نشوف بقى يعني في كومبير برضو مع التايمر اوف. مع اي تايمر بقى؟ ما هو كومبير ده مع اي تايمر، مش لازم اون ولا اوف، اي تايمر ده امر كبير ده خلاص، هكتب اسم التايمر فوق وقارنه باللي انا عايزه سواء كان اون او اوف. تمام عادي، ما انا ممكن استخدم اي تايمر بس على حسب الكونتاكت اللي هاخدها منه عادي يعني. بس الموضوع بالكم من حاجه يا شباب، انا بحب الناس اللي هي عندها قوه تركيز وقوه ملاحظه. التايمر الاوف دري يا شباب يا شباب ما بيكملش عد، خدت بالكم؟ ما خدتوش بالكم صح؟ يعني لو ضبطت خدت بالي يا دكتور، حطه على 100 هو اخره يوصل ل 100، مش هيعد 101 مش هيوصل لها، اخره 100 ما بيكملش. ايه ما بيكملش عد، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب في المثال ايوه، هو الدكتور هو مش منطقي ان هو ما يكملش عد علشان كده كده تبقى السيجنال راحت منه، هيكمل عد ازاي؟ لا نرجع للتايمر بقى تي اوف. اي تايمر تي اوف اهو السيجنال راحت من هنا، وهو في الرغم كده كان بيعد اهو والسيجنال راحت من عليه. ما هو التايمر بيعد امتى؟ بيعد لما السيجنال تروح من عليه، يعني التايمر يعد اول لما المسار يفتح بالظبط. بس ليه ما كملش عد؟ هو دي طبيعته، ما بيكملش عد، هو اخره 100 ويقف، هو كده الشركه عامله. بينما التي اون كان بيكمل عد. لو رجعنا كده ورا للتي اون اهو، التي اون كان بيكمل عد، ده التي اون اهو الاون ديلي كان بيكمل عد، يعني وصل للقيمه وشغل اول وكمل عد، فالاون ديلي بيكمل عد، بينما الاوف ديلي ما بيكملش عد. طيب ايه تفرق معانا بيكمل عد ولا ما بيكملش عد؟ لا تفرق، واخد بالك ان الزمن ده 5 ثواني والزمن ده 7 ثواني، يعني مختلفين. التايم هنا ديلي ديفرنت تايم ديلي، مش نفس الفاليو. طيب تفرق في ايه؟ سيادتك لو استخدمت تايمر اون ديلي مفيش فرق، مش هتفرق معاك انت ضبطه على 5 ولا 7، اضبطه على اللي انت عايزه، كده كده هو بيكمل عد وهيوصل ل 7 حتى لو ضبطه على 5. معايا؟ الناس سامعيني كويس؟ تمام. طيب لكن لو كان تايمر اوف ديلي
لازم تضبطه على 7، ما ينفعش تضبطه على 5 ثواني. ليه؟ لو ضبطته على 5 ثواني مش هيوصل لسبعة، عمره ما هيوصل لسبعة بالظبط. فلازم اكون ذكي وانا بستخدم تايمر اوف ديلي كتايمر واحد يقوم بالاثنين دول مع بعض، فاضبطه على الزمن الكبير مش الزمن الصغير، عشان عند اقارنه لما يوصل لخمس ثواني اعمل كذا، ولما تعد لسبع ثواني اعمل كذا. فاهمين قصدي؟ عشان اكمل عد. لازم يكون في ذكاء برضه في البرمجه وانت شغال، وتبقى فاهم كويس الامر عشان تعرف تتعامل معاه بحرفيه وبحنكه، يعني يبقى البرنامج صح. لو اون صح يا دكتور؟ لو اون مش هيفرق الزمن ضبطه على كام، لكن لو اوف هيفرق الزمن ضبطه على كام، 5 ولا 7 ثواني. انا كلامي كله على 7 طب طبعا صح. انا كلامي كله لو هتستخدم تايمر واحد ينفذ البرنامج ده او الاوبريشن ده، تايمر واحد بس، لازم تبقى واخد بالك من الزمن اللي هو البي تي اللي هو البري سيت تايم، تبقى واخد بالك كاتبه بكام بالظبط. ماشي، نعتبر ده كده تاسك تعملوها، انك تعمل برنامج واحد مره اون ومره اوف ينفذ الكلام ده. يا شباب يا دكتور تاني معلش ما سمعتش، هتعملوا برنامج واحد ينفذ التايمينج ديجرام ده، مره تايمر اون ومره تايمر اوف. اشوفكم حضرتك ممكن ترجع سلايد واحده لورا. حاضر كده. لا لا اللي هي بتاعت التي زيرو اوف اللي هو ما بيعد كده. ايوه اهو تمام. في سؤال ولا ايه؟ انا دلوقتي لما اجي اعملها مثلا بتايمر زيرو اوف بس، فلما اجي عايز اشغل التي اون فهعمل بس بكونتاكتور كومبير ان انا اول ما اوصل لخمسة اشغل. انا بقى عايز اول ما افصل سويتش اي زيرو زيرو نفس بقى انا عايز فورمنس هيحصل لو كانت تي زيرو اون ان هو يفصل على طول، بس مشكلة اني اول ما هفصل اي زيرو زيرو الرقم الكونتاكت الرقم بتاع التايمر قصدي اللي هو ظاهر لي عند كونتاكت الكومبير هيفضل ثابت زي ما هو، مش هيرجع للزيرو الا لما ادوس تاني. هو كده معنى كده ان انا لما افصل السويتش اي 00 مش هعرف اوقف الموتور ده اللي كان متوصل على تي 0 اون تي اون قصدي. لازم اكون فاهم كويس واتعامل معاه بحنكه. انا مش عايز اتكلم فيه عشان ده تاسك مطلوب منكم، فسيبكم تفكروا فيها. وانت كده بتحلها للناس ليه؟ مش عايزك تتكلم، خلي الناس تفكر وتجرب وتشوف، وفي الاخر لو في مشاكل ممكن نناقشها مع بعض ونحلها المره الجايه. تمام يا دكتور. تمام. انا بس ملاحظ حاجه مش عارف هي طبيعيه ولا لا، الكام واحد مشارك في المحاضره دلوقتي عارفين؟ هتلاقي حضرتك عندك تحت حاجه كده 29 ده بي انا، يبقى 28 يعني مشاركين، واقصى رقم كان 30 ولا حاجه يعني، قول 30 واحد ماشي. احنا 67 تقريبا، 67 واحد مسجل الماده، مش دي وحشه شويه يا دكتور؟ الموضوع ده عادي، في ناس بيبقى عندها الموضوع ده عادي يا دكتور. هو في ناس بس الحضره اما تنزل بالظبط مستنيين ريكورد عشان النت بس مش مظبوط عندهم، وهم بيتفرجوا لايف في مشاكل فبيستنوا الريكوردنج ينزل ويتفرجوا بعدها. طيب تمام. طيب الدكتور الرقم ده كبير اصلا يعني ده مش صغير يعني. طيب الاساينمنت هحاول اعمله على ال ام اس بحيث يبقى برده موجود وتبعتوه على ال ام اس، مش عارف هيبقى هينفع ولا انا هجرب دي مش عارف، هحاول اعملها يعني. هتبقى ده اساينمنت وهرفعه لكم على ال ام اس، انك تعمل البرنامج ده مره بتايمر اون ديلي واحد ومره بتايمر اوف ديلي واحد. ماشي تمام يا دكتور. انا لسه ما جربتش، هحاول اجربها تعمل ازاي وهشوف واعملها النهارده ان شاء الله. محتاج وقت قد ايه عشان تحلوا الكلام ده؟ يعني يبقى اخر ميعاد امتى للتسليم الاساينمنت ده؟ يبقى قبل المحاضره الجايه يعني، بعد المحاضره الجايه عشان لو ممكن نسمع حضرتك حاجات يعني اسبوع كتير قوي. لا هو احنا ممكن مثلا لو حضرتك بتطلب اسايمنت نبقى نثبت ميعاد مثلا لو اي اسايمنت يطلب يبقى قبل المحاضره اللي بعديها وكده يعني، فتبقى حتى ما فيهاش لخبطه للناس بس مش يعني يبقى اخر ميعاد قبل يوم الاحد القادم. ماشي. لا يا دكتور هو الفكره تبقى بعد يوم الاحد عشان لو حد عنده سؤال على حضرتك في المحاضره وبعد كده نسلم عليه على طول. ما انا مش هحل لكم الاسايمنت، مش هطلب اسايمنت واحله لكم. لا يعني نسال كسؤال بس سؤال. طيب ماشي اللي تشوفه يا دكتور. ماشي خلاص، يبقى يعني يبقى يوم الاحد بالليل بعد المحاضره. ماشي تمام. طيب اوكي ماشي. يبقى كده بشكل مبدئي الاسايمنت هيكون ايه؟ انك تعمل الاوبريشن ده باستخدام تايمر واحد مره اون ديلي ومره اوف ديلي، تستخدم بقى امر كومبير او تستخدم اي حاجه تانية انت حر. واخدين بالكم ان هنا، خد بالك من حاجه، الزمن هنا ماله مختلف
زمن ماله شباب مختلف، هنا خمسة وهنا ايه سبعة. طب لو الزمن هنا زي بعضه يعني خمسة وخمسة معايا، يعني كيوزر زيرو هنا هيشتغل على طول مع الانبوت لكن يقف بعد خمس ثواني، بينما كيوزر وان هيشتغل بعد خمس ثواني ويقف على طول. تمام سامعني؟ اه تمام مع حضرتك. طيب دكتور هي كومبير والحاجات دي موجودة على اكتس ولا لا؟ الاكت اس ده كلاسيك كنترول ملك وماله. طب ننزل ايه بقى نشتغل عليه؟ انت داخل دلوقتي معانا ولا ايه؟ احنا قلنا برنامج، لا بدري والله بس دخلت متاخر شويه بس مش قلنا برنامج اللي هو مايكرو وين، مش عارف انت هتشوفه ده ولا لا. استنى كده خليك معايا كده، خليك معايا ديسكتوب شير. شايف البرنامج ده انا بفتحه؟ شايفه ده برنامج مايكرو وين. ده اول حاجه تعمله انستول عندك وسيت اب. انا بعت لكم اللينك بتاع البرنامج على الفيسبوك. تمام تعملوا انستول عندك او سيت اب عندك خلاص. بعد ما تسيت اب عندك انستول تفتحه، تكتب اللادر دايجرام هنا في المكان ده، هتلاقي ادي البيت لوجيك اهي، ادي الكونتاكت المفتوحه المقفوله. فمثلا ممكن تاخد كونتاكت مفتوحه وتسميها مثلا اي 0.0 وتشغل بيها مثلا تايمر، فتروح رايح للتايمر مثلا تايمر اوف ذا لي، ادي الاوف ذا لي تايمر اهو، هتسميه مثلا تي 37 وتظبطه مثلا على 10 ثواني فاكتب له 100 اهو. بعدين اخد كونتاكت مثلا من التايمر من تي 37 اشغل بيها اوتبوت اهو مثلا كيو 0.0 مثلا. بعدين اجي هنا مثلا عايز اعمل امر كومبير، فاروح رايح على مجموعه اسمها الكومبير انستراكشن اللي هي دي الكومبير او الكومباريزون شايفينها، واختار مثلا كومبير بس حرف الاي، اي معناها انتجر، واختار مثلا ايه اكبر من او يساوي مثلا، واكتب اسم التايمر تي 37 وقارنه مثلا اكبر مثلا من 20 يعني ثانيتين مثلا تو سكند، واعمل مقارنه ثانيه مثلا اصغر من او يساوي تي 37 مثلا، واكتب هنا مثلا ايه 60 يعني 6 ثواني، واشغل اوتبوت واشغل اوتبوت. الاوتبوت ده اللي هو مثلا كيو 01 انتر. معايا شباب كده؟ معايا؟ اه تمام معاك كده. الاوتبوت كيو 01 هيشتغل امتى؟ حد يشرح لي؟ طول ما التايمر ما بين ال 20 و 60. ايوه. طب لما سويتش قفل مين اللي اشتغل؟ كيو 00. طب وكيو 01 هيشتغل بعد 20 ثانيه ويقف عند 60. استنى 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 كلامي واضح. السويتش قفل مين اشتغل؟ كيو 00 صح؟ كيو 01 اشتغل؟ لا ما اشتغلش. لا هيشتغل امتى؟ ما بين 20 و 60 يعني لما التايمر يبدا يعد. ايوه يعني بعد ما السيجنال فوق تطلع يعني لما الانبوت يفتح، مش هو مقفول. طول ما الانبوت مقفول كيو 01 مش هيشتغل. تمام حلو. اول لما السيجنال تروح يبدا التايمر يعد، فلما التايمر يوصل ل 20 ويكون اقل من 60 الكيو 01 شغال. قبل الكيو 00 قبل ال 20 وبعد 60 الكيو 01 هيبقى مطفي مش شغال. تمام بس كيو 00 هتفضل شغاله قبل ال 20 وبعد ال 60. اه مش شغاله من الاول خالص، كيو 00 شغاله من اول لما اللايت قفل لحد لما التايمر خلاص عدى. انا بس بوضح مثال يعني، ده مجرد جاست اكزامبل على الكمبيوتر بجيبها منين وبكتبها ازاي. ورد على زميلكم اللي كان بيسال هنجرب على الايه على الاي كي تي اس، بقول له لا مش هجرب على الاي كي تي اس. هتكتب برنامج هنا. طب بعد انت كتبت برنامج هنا تعمل ايه؟ خلاص انت رسمت برنامج على الداتا جرام هنا على المايكرو ان، عشان تجربه لازم يكون معاك وحده بي ال سي، وانت معاكش في البيت وحده بي ال سي، ده تمتلك وحده. فبتعمل ايه؟ رايح هنا على قائمه فايل وعامل حاجه اسمها اكسبورت، عامل حاجه اسمها ايه اكسبورت شايفينها اكسبورت، وتختار مكان. انا هختار مثلا سطح المكتب عندي ديسكتوب، وهدي له اي اسم مثلا ام 44 اي حاجه، ونعمل سيف، وافتح برنامج السيموليشن اللي هو ستيب 7200 سيموليتور. ده برضو بعت لكم اللينك بتاعه. اخد الباسورد دي كوبي عشان افتح بيها الكنترول سي، عشان افتحها ادخلها البرنامج لما افتحه، عشان بيطلب مني الباسورد بدخلها الكنترول بي هنا في المكان ده. قلت اوكي. اختار مثلا سي بي يو 226 مثلا، ده يعتبر فيرجن احدث يعني من ال 200، واعمل داونلود او لود البروجرام اللي انا عملت له اكسبورت، افتحه اللي هو ام 44. مش ده البرنامج اللي كان مكتوب يا شباب على المايكرو ويند؟ مش هو ده البرنامج؟
نعمل ران للبي ال سي ونعمل الستيت بروجرام اهو. دلوقتي لما السويتش يقفل الكيو 00 اشتغل والكيو 01 ما اشتغلش. شايفين يا شباب عندي ولا مش شايفين؟ ده اشتغل ده ما اشتغلش معايا. حلو. ليه الكيو 01 ما اشتغلش؟ لان التايمر ما عدش. اول لما السويتش يفتح يبدا التايمر يعد ولما يخلص عد طبعا الكيو 01 هيقف وده وذرون هيقف لما الرينج يخرج بره الرينج. طبعا هو هنا عد بسرعه دي ملحوظه عايز اقول لكم عليها في السيميليشن. السيميليشن ده التايم فيه مش مظبوط قوي مش مظبوط وانا بجرب عليه. يفضل الاتي ان اكبر الزمن شويه. يعني اجي في البرنامج بدل ما اكتب 100 اللي هي 10 ثواني اخليها 1000. يعني اكبر الزمن عشان نشوفه بس ولاحظه على البرنامج السيميليشن. وخلي بدل ما اخليها 20 اخليها 200 ودي اخليها 600 بدل 60. بكبر الزمن شويه واعمل اكسبورت. بعد ما كبرت الزمن اكسبورت واسيبه مثلا ام 55 ولا حاجه سيف وافضل قاعد جنبه 100 ثانيه. استنى بس هو بيعد بسرعه. السيميليشن مش بيعد مظبوط بيعد بسرعه عشان كده انا كبرت الزمن. انت فهمت قصدي؟ هو انت كلامك صح ان هي 100 ثانيه بس انا مش هو مش هيعدها 100 ثانيه هيعدها بسرعه. فدي مشكله في السيميليشن. فانا عشان اشوف التايم ملاحظه بكبر الزمن شويه. نجرب بقى كده مع بعض ونشوف. نعمل رن للبي ال سي نعمل ستيت بروجرام ونقفل السويتش كده الكيو 00 اشتغل والتايمر لسه ما عدش والكيو 01 مش شغال. اول لما شوت تروح يبدا التايمر يعد كده الكيو 01 شغال وبعدين هيقف لما يخرج بره الرينج. وقف اهو ولما خلص عدى يقف كيو 00. شايفين؟ تمام؟ تمام. انا بس في مشكله ما في السيميليشن بخصوص الزمن او الوقت او التايم. عشان الاحظ الزمن اللي بيتعد اكبر بس الزمن عشان اشوفه بيتعد قدامي مظبوط. لكن في الاخر لو انا بشتغل على بي ال سي مش هعمل الزمن كده. هعمله زي ما احنا عارفين بالقيمه الصحيحه بتاعته. ماشي يا شباب؟ فده كان رد على زميلكم اللي قال اجرب على ايه؟ بتجرب على السيميليشن. نرجع بقى للايه؟ للمحاضره. شايفين كده البي اف؟ واضح. ده مثال والحل بتاعه موجود بس انا مش هشرح الحل بتاعه سيبكم تفهموه. عشان الحل بتاعه ده له علاقه بالريبورت اللي انا طالبه او الاسايمنت اللي طالبه. فده كده اهو ده المطلوب اهو ده سؤال اهو ادي التايم ديجرام جيفن. عايز اخر ده في تشغيل 5 واخر ده في الايقاف كام؟ 5. تمام؟ الحل لو استخدم تايمر تي اوف هيبقى الحل عامل كده. لو استخدم تايمر تي اون هيبقى الحل عامل كده. طبعا طبعا غير الحلين اللي انا عاملهم دول في حلول ثانيه احسن واسهل من دول بكتير. ماشي؟ ماشي يا دكتور. فكده كده اصلا الحلول دي شبه اللي انا طالبه منك كاسايمنت. فده ممكن يساعدوك في الاسايمنت وممكن تعمل حلول احسن من كده كمان اللي انا عاملها. في حلول اسهل من دي. انا هسيب التو بروجرام دول تحاولوا تفهموهم ونتناقش فيهم في المحاضره الجايه لو انتوا عندكم فيهم اي اسئله. التايمر التي اوف ينفع تحط قبليه امر بي او امر ان. تايمر التي اوف. لكن لو جيت تحط قدام التايمر التي اون بي او ان يبقى انت كده بتعمل حاجه غلط. حد عارف ليه؟ ملوش لازمه مش هيحس بيها اصلا. بالظبط كده عمره ما هيعد اصلا. كده البي والان بيحول سيجنال لبالس والتايمر التي اون كده مش هيعد. التايمر التي اون لازم تيجي له اشاره او سيجنال وتفضل موجوده عشان يعد ويخلص عد ويغير الكونتاكت. فانت لما تحط قدام تايمر تي اون بي او ان كده خلاص مش هيعد حاجه. فيبقى انت كده لغيته. يبقى كلام مهم اهو. اي تايمر اي برنامج بعمله بستخدم فيه تايمر اون ديلي لا اضع امامه او ما احطش في مساره او احط قبليه امر بي او امر ان. يبقى البوزيتيف ايدج والنيجيتيف ايدج ما استخدمهمش مع التايمر الاون ديلي. لكن ممكن استخدمهم مع تايمر اوف ديلي زي البرنامج ده. طب لما احط امر البي قدام تايمر اوف ديلي كده بوزيتيف ايدج ايه اللي يحصل؟ لما تيجي اشاره 10 ثواني هو هيشوفها عباره عن بلس واحده نبضه. والنبض دي هتروح على طول فيغير الكونتاكت ويعد 5 ثواني ويقف. فاهمين دي يا شباب؟ اول سيجنال دي الاشاره ال 10 الانبوت هيقفل 10 ثواني. بس التايمر مش هيشوف ال 10 ثواني دول هيشوفها عباره عن نبضه. التايمر هيشوف ال 10 ثواني دول عباره عن بلس او نبضه. هيشتغل كام ثانيه؟ 5 ويقف. طب الانبوت هيقفل ثانيتين هيشتغل 5 ويقف برضه. طب الانبوت هيقفل ثانيتين ويروح ثانيه ويقفل ثانيتين. هنا هاخد كام نبضه؟ هاخد نبضه هنا ونبضه هنا.
كل نبضه هتيجي هتخلي التايمر يعد من جديد. يعني النبضه هتخليه يشتغل ويعد 5 ثواني من هنا لحد هنا كام ثانيه؟ 3 اللي هم 2 1 3. فجت نبضه جديده فيعد 5 من جديد. يبتدي يشتغل كام ثانيه؟ اشتغل الخمس ثواني دول واشتغل او اشتغل الثلاثة واشتغل كمان عليهم 5 يبقى ايه 8 ثواني. اي سؤال في الرسمه دي يا شباب او التايمنج ديجرام ده؟ التايمر ده احنا بنسميه ريتريجر تايمر. يبقى لما احب استخدم تايمر ريتريجر هو عباره عن تايمر تي اوف واحط قبليه امر بي. فلما يجي لك سؤال في الامتحان او في اي مشروع بقول لك اشرح لي التايمر الريتريجر او ازاي يتعمل، بيتعمل بالطريقه دي، تايمر تي اوف واحط قبليه امر بي. او لو انا جبت لك البرنامج ده وجبت لك الانبوت ترسم لي انت الاوتبوت. في سؤال في البرنامج ده يا شباب؟ دكتور هو الريتريجر ده هو النوع الثالث اللي كان موجود في اول سلايد خالص في التايمرز ولا؟ الثالث يعتبر ريتنتيف لسه ما خدناهوش. ده اسم تايمر موجود احنا بنعمله. اوكي. التايمر ده تايمر عادي بس نحط قبليه امر بي. بقى اسمه في هذه الحلقه اسمه ريتريجر او ده اسم احنا بنسميه بيه. خد بالك التايمر ده ينفع قوي في الاسكليتورز السلالم المتحركه في المترو وفي بعض الاماكن اللي فيها سلم متحرك. ده مناسب قوي. ليه؟ كل ما حد يعدي قدام السنسور هيخلي التايمر يعد من جديد والسلم شغال، عشان في الاخر التايمر ده هيشغل السير او الموتور اللي بيحرك السلم زمن كافي للشخص عشان يطلع لحد فوق. فبالتالي كل ما حد يعدي كل ما التايمر يعد من جديد. بص على الرسمه اخر حته في التايمنج ديجرام هنا كده. السلم اشتغل اهو لما حد عدى قدام السنسور وادى اشاره للتايمر. طيب لما حد يعدي مره ثانيه عايز التايم يعد من جديد، مع كل شخص يخش ويستخدم السلم التايمر يعد من جديد. فانسب نوع تايمر يعمل النوع ده من المشاريع اللي هي سلم متحركة هو التايمر ريتريجر. وده البرنامج بتاعه تايمر تي اوف قبل امر بي. هيبقى ده عباره عن خلاص سلم متحرك. ده السنسور اللي هو موجود في اول السلم. كل ما حد يعد قدامه هيعيد اشاره، الاشاره تتحول لنبضه او بلس. التايمر هنا هيعد ويشتغل ويشغل السلم. كل ما حد يعدي التايمر يعد من جديد والسلم شغال. بعد اخر واحد لو ما حدش جه بعديه التايمر خلاص عدى والسلم يقف. في اي سؤال يا شباب ولا تمام؟ لا تمام. هو تمام. ممكن حضرتك كدكتور يعني الموست براكتيكال ان انا استخدم الاوف ديلي تايمر ده، لانه يعني براكتيكال في كذا حاجه ان هو بيوقف عد لوحده وما يفضلش مكمل، وان انا اقدر استخدم معاه البي والان. ممكن لو عايز اعمله في الاون اعمل له كومبير، يعني غالبا كده الاون ديلي مش هيبقى مستخدم كتير قوي زي الاوف، صح ولا؟ انا هطلب منكم في الاساينمنت حاجه تانية غير اللي طلبتها. يبقى يعني في اساينمنت يعني او بي. هل ممكن اشغل التايمر تي اون كانه تي اوف واشغل التايمر تي اوف كانه تي اون؟ مش فاهمين السؤال تاني. مش انا ممكن اديك الانبوت والاوتبوت واقول لك اعمل لي برنامج؟ اه. انا بص مثلا على الرسمه دي لو دي سيجنال انا مديها لك، ده الانبوت ده الاوتبوت، بقول لك اعمل لي برنامج معايا يا شباب. في البرنامج تعمله ازاي؟ هتقول لي ده تايمر تي اوف، هتعمل برنامج كده صح يا شباب؟ اه مظبوط. تمام مظبوط. بس انا هديك الرسمه دي واقول لك اعمل لي برنامج بس بشرط واحد، تستخدم فيه تايمر واحد اون ديلي. شفت بقى الكلام؟ يعني عايزك تنفذ لي الاوبريشن دي بتايمر واحد اون ديلي من غير ما تستخدم كومبير. ايه ده؟ تستخدم كومبير. طيب اوكي. ده هيبقى اسايمنت ماشي كده. وهاجي اطلب منك الطلب ده، هجيب لك دي جيفن واقول لك اعمل لي برنامج ينفذ الاوبريشن ده. طبعا دي لما تبص عليها تفهم ان دي تاخير تشغيل، يعني نعمل ده تايمر اون ديلي. فاقول لك اعملها لي باستخدام تايمر واحد نوعه اوف ديلي ومن غير برضه ما تستخدم كومبير. هيستخدم كم تايمر؟ واحد نوعه ايه؟ اوف ديلي تايمر. ايه ده اوف ديلي؟ ايه ده اللي بيعمل ده اون ديلي؟ انا عارف، بس انا عايزك تعملها بمين بقى؟ بالاوف ديلي. يعني عايزك تخلي الاوف ديلي يقوم بنفس الوظيفه والفانكشن اللي كان بيعملها مين؟ الاون ديلي، والعكس من غير ما تستخدم كومبير. ده هيبقى اساينمنت برضه بجانب الاساينمنت اللي قلت لكم عليه. تمام يا دكتور، ممكن تقوله تاني بسرعه كده؟ ده هيبقى الانبوت او ده مش الانبوت، ده هيبقى الداتا جيفن او او الجيفن يعني، وده هيبقى الريكوايرد. بس مش هتعملها باون ديلي، بدل اون تستخدم اوف. تحطه بقى ازاي؟ تحط ايه معاه؟ دي شغلك انت بقى في البرمجه. استخدم كومبير عادي، اصل انا سمعت حضرتك بتقول ما تستخدموش كومبير. ده
تزود كومبير انستراكشن بدون ما تستخدم كومبير انستراكشن. حضرتك دلوقتي عايز منها ثلاثة اساينمنت اللي هي بتاعت الاون والاوف، مره اعملها اون بس ومره اعملها اوف بس، ودي اعملها اوف من غير كومبير. اه واللي قبلها برضو تعملها اون غير كومبير، اللي هي دي اللي هي دي هديك ده جيفن واقول لك اعمل لي برنامج اللي هو يبقى فيه تايمر اون من غير كومبير. حضرتك عايز اربع حاجات. ايوه دول انا هحاول اكتبهم وثقهم بثقه معانا وافهم لكم كاساينمنت بحيث يكون السؤال واضح. هحاول النهارده ان شاء الله. على كده بقى النهارده ان شاء الله. نعم نعم ما سمعتش اخر جمله، الصوت ما كانش واضح، قلت ايه؟ تمام يا دكتور، انا ما حدش شرح حاجه. طيب تمام هنقف على كده، كفايه كده النهارده. البالس تايمر بقى وبقيه الحاجات والكاونتر هنشرحها المره الجايه ان شاء الله، نكملها المره الجايه. ماشي يا شباب هنقف لحد. تمام لو في اي سؤال خلال الاسبوع اساله، ما فيش حد منكم بيسال اي حاجه على الفيسبوك ولا بي مش يعني عايز اعرف انتوا بتذاكروا ولا لا، يعني اكيد انت بتذاكر بقى عندك اسئله، اكتب سؤال على الفيسبوك انا ارد عليك او حد من زمايلك يرد عليك، تبقى تحس ان في نشاط ما بيتم تنفيذه. ماشي يا شباب تمام. كلمت المعيد الباشمهندس احمد عبد المحسن، تواصلت معاه وكنت زي ريكورد للشيت او شرح حل الشيت بحيث برضه الطلبه يبقى عندهم الحل وعندهم فيديو بيشرح الحل، يبقى اكتر يعني او في تواصل يعني. ومش عارف يعمل ايه في اللاب، قلت له برضه لو في شرح للاب يبقى فيديو ولا حاجه يبقى برضه كويس. هو قال لي هعمل بس ما حتى الان ما تواصلش معايا، فهاكد عليه النهارده واشوف معاه، وممكن ارفع لكم برضه حاجه يكون هو عملها على ال ام اس وعلى الجروب بتاعكم يكون لو سجل فيديو ولا حاجه. ماشي تمام. ماشي جدا دكتور. ماشي اشوفك على خير وتحياتي ليك وربنا يسلم كلكم بخير ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك.